لا الناس يقول لك شو عندكم في مالكم. هو يعني اتكلم على الحبوب الهلوسة، والواحد يحسب الليبيين كلهم ماخذين حبوب الهلوسة. الانسان اللي ما يضبطش تصرفاته بالشكل هذا والله متحشمين، الواحد يطلع للشارع ويتكلم عني. خاصة نحن كنا عمال في القيادة، وفي واحد الناس بينسبوا كل البلاوى على رؤوس نحن الآن، واحنا من المشق من سنة 73 ومن 75 وكذا، وكاتمينها في واحد في الأخير يعني بأموال الشعب الليبي تسفك دماء الليبيين وتهتك أعراضهم وتغتصب نساهم. يا رجل بالله عليك فيش حد يرضى هكي، هو ما عندش حد، ما عندش نساء، ما عندش كذا، يطلق فيها الحيوانات على البنات وعلى النساء. اليوم أكثر من 300 حالة قاعدة في حالة إجهاض وحالة واحد وحالة إيدز وحالة مصايب، ويصدر تعليماته بالنص لابد أن تغتصبوا ولا بد أن تنهبوا ولا بد أن تقتلوا، قتل لا بد من علاجه. وننهي بالأستاذ بروفيسور علي الرويعي، جماعته ما مش عارف هو يعرفني ولا يعرفنيش، لكن الناس بيعرفين إنه رجل ضليع في علم النفس وفي الواحد، إنه يشرح هذه الحالة. يعني كيفك إحنا قاعدين في حالة يعني حتى الناس والعالم الآخر قاعدين يبهتوا فينا، هذه الجزيرة وهذه القنوات وغيرها وغيرها ما لهاش مشكلة إلا الشعب الليبي 24 ساعة. شوفوا القتلى وشوفوا المصايب وشوفوا الدنيا كلها، ليه هيك؟ ليه شو المبرر؟ يعني عند وين بتصل أنت؟ يقف وقفة ما نفسه وعنده خيارات في الساحة. أنا ما عنديش، يا ريت نقدر نقدم له حل. هو إنسان كان يثق في قضاء الليبي، يقول صح أنا نقف وأنا ممكن أغلط أو ما غلطتش، أنا أسلم نفسي للقضاء الليبي، تعالوا يا قضاء الليبي أفصلوا في هذه المشكلة اللي بينه وبين فلان ولا علان ولا بين الشعب. ما عندش حل، مش واثق في الشعب الليبي، فيه جامعة عربية تجيب له قضاة، مش واثق في العرب، فيه مؤتمر إسلامي يجيبوا له سيدي قضاة، مش واثق في الإسلام بكل يعدي شو اسمها محكمة العدل الأفريقية. هذا يعني أنا ننصحه، هذا الإجراء يقوم به قبل إصدار مذكرة التوقيف من المحكمة الجنائية الدولية. إذا صدرت هذه المذكرة فلا خيار له بعد ثاني صراحة. وأنا والله بصراحة أسف اللي نقول هذا الكلام، ويعني بصراحة ما حسبتش يصل إلى هذا الحضيض. الرجل كيف يحكم على نفسه أن يعيش في سرداب في 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 بهذا الشكل، ويقود في عمليات ضد من؟ يا ريته ضد إسرائيل ولا ضد عدوان ثاني. كل 42 سنة حارب ضد مصر، حارب ضد تشاد، حارب ضد السودان، حارب ضد تونس، ولا طلقة طلقت باتجاه إسرائيل، وانتوا كلكم تعرفوا هذا. ليه هيك؟ هذا المصريين مساكين ماذا عملوا لنا؟ السودان والسد العالي بهدمة، والسودان تضرب في القايلة، والشعب المصري التعبان المسكين الغلبان، الشعب التشادي هذا ساهم، والعذاب والوحد. لماذا لحد الآن الليبيين مش عارفين لماذا قامت حرب تشاد؟ احنا عند الدرسين في 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 في, في الكليات العسكرية، الحرب عندها مبادئ، من ضمن مبادئ الحرب ان تعرف لماذا ذهبت لهذا الحرب. ما يطلعش تو عمر يقول لنا ليش مشيت للحرب التشاد، لماذا حاربته في تشاد، شنو سببها؟ بدون سبب، هو ضرب المزاج شكي قال عنده حرب، جيبوا تشاديين كلهم وقتلوا فضايح الناس. لو كانت تسمع اللي حصل في تشاد وممكن حيطلع ان شاء الله، هتندهل من الحياة اللي صارت. احنا اولادنا قاعدين قتلوا لحد الان، في من دفنش بكر، أسلحة قاعدة مربية في الصحراء، أولادنا شردوا في أمريكا وفي كندا وفي أصقاع العالم هاربين من هذا من 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 هذه المصيبة. ما عندناش يعني بصراحة، نحن مهما قلنا في 75 طبعا تعاطفت الناس، ساعات الناس يعتبروا معمر قذافي كلامه قرآن وكلامه كذا، يا أنتوا كلاب وأنتوا كذا، والثور خاين يطلع برا والثورة مستمرة، وتبي ولا ما تبيش معمر ما فيش، وأصبحت لكن الآن تضعت الأمور.
يعني بعد هالسنوات العجاف أعتقد أن الليبيين كانوا على وعي بما يجري حولهم. الرجل يقول أولادي خط أحمر وفيش حد يكلمني عليهم، البترول خط أحمر وفيش كلمني عليهم، ما عليش كلموك عليش كلموك يعني هذا البترول هو رزقهم وهو كذا، تعدي تكدس في أسلحة وتكدس بكذا وتشري به قصور في فرنسا وفي بريطانيا ويخوت وواحد إيه إنسان يعني ما عرفناش كيف نتصرف إحنا وياه بصراحة. أنا ليش بيقتلني؟ لماذا بيقتلني؟ أنا كنت خططت لي ثورة 17 فبراير ولا عندي بي علاقة والله يا شريت قصور، عندي قصور في العالم، عندي حاجات تاجر مخدرات، لماذا يا معمر يا أخوي أنت قررت قتلي أنا وعائلتي وجايبين قلالين البنزين بيحرقوا البيت بهذا الشكل؟ قول لي أنا شين الجريمة اللي ارتكبتها؟ كنت في حزب، كنت تاجر مخدرات، كنت جاسوس لدولة ثانية، ليش تأخذ القرار البائس اليائس؟ ومعمر الآن في حالة يأس يعني بصراحة، قاعد الإنسان حتى تصرفاته هي تصرفات يأس، ما عندش أمل في ولا في أفق الحياة كلها أن هو يعتبر العالم كله استهدفه استهداف كامل، وأصبح طريد شريد. وإحنا هذا الوضع بصراحة مؤسف جدا، وأنا ننصح بدري أن نوقف الحرب ويسحب القوات ويقوف أنا تعالوا الليبيين اتصفوا أنا، لكن هذا اللي يجري الآن والله ما في صالحه والله. أنا حكم الله.